الفنان تامر شلتوت فنان مصري شاطر أوي، دخل قلوب الناس بأدواره الجميلة في المسلسلات والأفلام. تامر شلتوت بدأ مسيرته الفنية من سن صغير، وكان عنده شغف كبير بالتمثيل والفن. من أول لحظة ظهر فيها على الشاشة، قدر يجذب انتباه الجمهور والنقاد بأدائه المميز. مسيرته الفنية طويلة، قدم فيها أعمال كتير عجبت الناس والنقاد. تامر شلتوت مش بس ممثل، لكنه كمان شارك في أعمال مسرحية وبرامج تلفزيونية، وده زود من شعبيته وجعل منه نجم متكامل. كل دور قدمه كان له طابع خاص، وده اللي خلاه يثبت نفسه في عالم الفن. من أهم أعماله مسلسل كلبش وفيلم ولاد رزق. مسلسل كلبش كان نقطة تحول في مسيرته، حيث قدم فيه دور مميز أظهر فيه قدراته التمثيلية العالية. أما فيلم ولاد رزق فكان له تأثير كبير على الجمهور، وحقق نجاح كبير في شبكة التذاكر. تامر شلتوت بيوصل إحساسه بسهولة، وبيعرف يمثل أي شخصية بإتقان، سواء كان بيلعب دور درامي أو كوميدي، بيقدر يخلي الجمهور يحس بكل كلمة وكل حركة. ده بفضل موهبته الفطرية وتدريبه المستمر على تطوير مهاراته. موهبته خلت منه نجم كبير في مصر. تامر شلتوت مش بس نجم على الشاشة، لكنه كمان محبوب من الجمهور في الحياة الواقعية. بيشارك في لقاءات ومؤتمرات، ودايما بيكون قريب من معجبينه، وده زود من شعبيته وجعله واحد من أهم نجوم الفن في مصر. يشارك كمان في مهرجانات كتير، وكسب جوائز كتير تقديرا لشطارته. تامر شلتوت حصل على جوائز عديدة من مهرجانات سينمائية محلية ودولية، وده كان تقدير لموهبته وجهوده في تقديم أعمال فنية مميزة. حضوره في المهرجانات كان دايما ملفت، وبيحظى بتقدير واحترام من الجميع. انتشرت في الأيام اللي فاتت أخبار عن دخول الفنان تامر شلتوت المستشفى علشان يعمل عملية دقيقة. الخبر ده كان صدمة كبيرة لكل محبيه ومتابعيه، لأن تامر معروف بحيويته ونشاطه الفني المستمر. محدش يعرف تفاصيل عن العملية ولا عن صحة تامر شلتوت. الأطباء كانوا متحفظين على إعطاء أي معلومات، وده زود من حالة القلق والتوتر بين الناس. خبر دخوله المستشفى خلى الناس اللي بيحبوه قلقانين عليه، وبدأت التساؤلات تزيد عن حالته الصحية. الناس في المستشفى كانوا بيتكلموا عن الموضوع بقلق، وكل واحد كان عنده قصة أو ذكرى مع تامر، وتفاعلوا مع الخبر على الإنترنت. السوشيال ميديا تملت بتعليقات الدعم والدعاء لتامر، وكل واحد كان بيحاول يطمن التاني. الناس كانوا بيشاركوا الأخبار بسرعة، وكل واحد كان عنده حاجة يقولها. الكل كان بيدعي لتامر شلتوت بالشفاء العاجل من الجمهور والمشاهير كمان. مشاهير كتير ظهروا في مناسبات عامة وأعربوا عن دعمهم لتامر، وده كان له تأثير كبير في رفع الروح المعنوية للناس. الكل كان بيحاول يبعث رسالة أمل وتفاؤل، وده كان واضح في كل مكان. تامر شلتوت كان دايما قريب من جمهوره، وده اللي خلى الناس تحس بالقلق الشديد عليه. ذكريات حفلاته وأعماله الفنية كانت بتدور في أذهان الناس، وكل واحد كان فاكر لحظة خاصة معاه. الليل كان بيزيد من حالة القلق، والمستشفى كانت مليانة بالناس اللي مستنيين أي خبر يطمنهم. الأطباء والممرضين كانوا شغالين ليل نهار علشان يطمنوا الناس ويقدموا أفضل رعاية لتامر. ومع بزوغ الفجر الناس كانت بتستعد ليوم جديد مليان بالأمل والتفاؤل. الكل كان مستني خبر يطمنهم عن حالة تامر، والكل كان عنده أمل إن اليوم ده هيكون أفضل. في النهاية الحب والدعم اللي شاف تامر من جمهوره وأصدقائه كان له تأثير كبير في رفع معنوياته. الكل كان بيحاول يبعث له طاقة إيجابية، وده كان واضح في كل مكان. بعد انتظار طويل وقلق كبير، الفنان تامر شلتوت نشر صورة له من المستشفى على حسابي على إنستغرام. تامر ظهر في الصورة وهو في المستشفى وبيبتسم وبيطمن جمهوره على صحته بعد العملية، وكتب تامر على الصورة: الحمد لله على كل حال، شكرا لكل اللي سأل عني ودعالي.
ناس كتير بتدعي لتامر شلتوت بالشفاء. تامر شلتوت الفنان المحبوب يمر بفترة صعبة في حياته الصحية، وده خلى ناس كتير من محبيه وأصدقائه يدعوا له بالشفاء العاجل. رسائل كتير من الدعم والمحبة وصلت للفنان تامر شلتوت من جمهوره وأصدقائه الفنانين. مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بالرسائل اللي بتعبر عن حبهم ودعمهم ليه في الوقت ده. الكل بيتمني له الشفاء العاجل ويرجع تاني بقوة للفن. تامر شلتوت معروف بموهبته الكبيرة وحضوره الكوي على الشاشة، وده اللي خلى جمهوره يتمنى له الشفاء السريع عشان يرجع تاني يبدع في أعماله الفنية. كتير من أصدقاء تامر شلتوت من الفنانين تفاعلوا مع الخبر وشاركوا مشاعرهم ودعمهم ليه. الفنانين دول مش بس زملاء، لكن كمان أصدقاء حقيقيين بيحبوا تامر وبيقدروا موهبته، ونشروا على صفحاتهم على الإنترنت رسائل دعم وتضامن معاه. كل واحد فيهم عبر عن مشاعره بطريقته الخاصة، سواء كان بكلمات مؤثرة أو بصور تجمعهم مع تامر في لحظات سعيدة. الدعم ده مش بس من الفنانين، لكن كمان من جمهور تامر اللي بيعتبروا جزء من حياتهم اليومية. الجمهور نظم فعاليات لدعمه، وده بيبين قد إيه تامر محبوب ومؤثر في حياة ناس كتير. الفعاليات دي مش بس في مصر، لكن كمان في دول تانية، وده بيثبت إن حب تامر شلتوت عابر للحدود. أصدقاء تامر وعائلته كانوا دايماً بجانبه في المستشفى، بيقدموا له الدعم النفسي والمعنوي. الزيارات دي كانت بتفرق مع تامر وبتديله القوة إنه يتخطى المرحلة الصعبة دي. في النهاية، الحب والدعم اللي تامر شلتوت بيحصل عليه من جمهوره وأصدقائه هو أكبر دليل على مكانته الكبيرة في قلوب الناس. كلنا بنتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة لعالم الفن. عودة قريبة، تامر شلتوت يستعد للخروج من المستشفى. ناس قريبة من الفنان تامر شلتوت أكدت إن صحته بتتحسن كتير وإنه بيستعد للخروج من المستشفى قريب، ومن المتوقع إن تامر شلتوت